بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مرابطين هون راية الإسلام، مرابطين في النقطة هاي اللي بتشرف على المناطق اللي قدامنا مثل قصر البلدي وفندق الأمير وباب أنطاكة، وهالمناطق هاي كتير يعني اللي حررناها هن عم بريدوا إن يقتحموا عليها لهون، ونحن إن شاء الله وتعالى عم نردهم ونصد عليهم. بس صار فينا تقدم اللي إنا نحن عم نقدر نتقدم فيه، لأني قلت الذخيرة شوي قلت السلاح، وإن شاء الله وتعالى نحن محافظين هون لأي هجوم لهم إن شاء السميع العليم.